السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغيت نوضح واحد الحاجة، هو الطريقة اللي تنخدم بها أنا شخصيا على اليوتيوب، واللي بزاف ديال الناس بغاو يعرفوا كيفاش كنخدم. وسبق لي أنني وضعت لكم الفيديو الأول والفيديو الثاني وريتكم الإثباتات، وهذا الفيديو بغيت نأكد الإثباتات وبغيت نشرح بعض الأشياء في اليوتيوب، ولكن غيكون هذا فقط يعني فيديو بحال تتابع عربي، ما يكونش يعني شي فيديو احترافي، ما بغيت نوريكم فقط يعني الجديد بالنسبه للفيديوهات. فحاليا لم اعد احتاج الى اي يعني الى اي شيء يعني من اجل رفع الفيديوهات، خصوصا ان قناتي الان اصبحت من القنوات المميزه، اي قناه ماز، والان اصبحت يعني من القنوات المميزه في الاخبار حاليا، اقول ان حاليا، لانني اي فيديو اقوم بنشره الا وانني احصل على عدد كبير من المشاهدات كما ستشاهد معي الان في هذا، يعني ساحاول فقط ان اقوم بقلب الصوره بحيث انك تشاهد الفيديو من داخل الحاسوب، رغم انني اقوم الان بعمل تنزيل لفيديو اخر. اوكي، على العموم، اوكي داي، فكما كتشوفوا هذا اخر فيديو نشرته قبل ساعة كما تشاهد معي الان، قبل ساعة او اقل من ساعة نشرت هذا الفيديو هذا وتحصل على 84,000 مشاهدة كيف ما كتشاهد معي في هذه البلاصة هذه. ماشي ترافيك، ماشي حتى شي حاجة، يعني غادي نمشي للبلاصة ديال الاناليتيك بحيث انني غنشاهدو كل شيء غيكون اوكي. واخا هذا بالبيسي خارج قدام بعطي شويه ديال التشنجات. على العموم، فكما كتشوف معايا يعني هاد الاحصائيات اللي غنزل كيف ما قلت لكم لهاد البلاصه هادي، يعني كيف ما شرحت لكم في الفيديو السابق، كيف ما غتشوفوا معايا يعني في هذا الفيديو هذا، غنمشيو لاخر 60 دقيقه غتشاهد على ان الفيديو اللي نشرته في اخر اولا صافي يعني نبك على البوبليش ديت في البلاصه هذه، وغنشوف غتشوف معايا على انه الفيديو تم نشره في 22 سبتمبر. هذا هو الفيديو تنشر يعني قبل دقيقه او قبل شي دقيقه بالطبع، قبل بشي ساعه بحال هكاك، وبقى تيجيب لي عدد المشاهدات وصل حتى الان، يعني حتى الان وصل الى 87,000 مشاهده كيف ما كتشاهد معايا، 87,000 مشاهده في خلال ساعه واحده فقط. هذا راجع لطريقة العمل، يعني كيف قلت لكم طريقة العمل هي ضرورية باش تعرف كيفاش تخدم، خاصك بزاف ديال الحوايج تبعهم واللي سبق ليا وانا شرحتهم في الفيديو السابق. دابا ما تحتاج يعني نشر، يعني بزاف الناس يشوفوا يعني هاد الفيديوهات هادو ما جابوش المشاهدات، فهذا راجع لنوع المحتوى. اختار الفيديوهات ديالك كيف ما قلت لكم، حاولوا تستخدموا تاغ، يعني انا حاليا تنركز على نيش ديال مصر، ما تحاولش انك دير يعني قناه خاصه بالاخبار ديال مصر او شي حاجه بحال هكا، حاول انك تقوم بعمل قناه اخبار يعني تكون شامله لجميع الاخبار باش انك تستهدف جميع البلدان. يعني حاليا 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 انا يعني اشتغل على مصر، بعد ذلك سوف انتقل الى بلد اخرى، اوكي، يعني اي بلد تكون هناك اخبار يعني عليه يكون بها نسبه مشاهدات كبيره الا وانني اشتغل عليها حاليا. لو كنت يعني من متابعين هذه القناه الان تشاهد معي الان يعني هذا الابديت او هذه هذه يعني الاحصائيات التي تشاهدون معي الان هي لايف الان، يعني لا يوجد اي شيء تم ترافيك، يعني اي شيء لا يوجد هناك اي شيء ترافيك، اوكي. فكل ما تشاهدوه معي الان يعني هو الان يعني حقيقي. فتشاهد معي الان اصبح 88,000 مشاهدة تحصلت عليها فقط في خلال ساعة واحدة من خلال استعمالي للطريقة التي سبق وان ذكرتها لكم. بزاف الناس يقولوا لي علاش ما حصلتش على النسبة اللي حصلتها هنايا، هي اللي حصلتها على يعني على هاد الفيديوهات الاخرين، فهذا راجع لانني اعتمدت على انني نشر عدد كبير من الفيديوهات، ما اعتمدتش على انني نشر فيديو واحد، واللي ان شاء الله غادي تشوفوا الناس اللي متبعين القناه ديال مازورا وبغاو يعرفوا الاحصائيات. فلا بغيتو تعرفوا الاحصائيات نبقى نتبعها معكم، ماشي مشكل نبقى ندير لكم ديما الاحصائيات سواء ديال هذه القناه، ما نقدر نقول لكم حتى ديال القناه الاخرى، ما نحاول فقط ندير لكم هاد الاحصائيات ديال هذه القناه هذه. هذا الشيء اللي كاين فقط يعني في هذا الفيديو هذا.
حاولت انني نوضح لكم الصوره وكاع الفيديوهات اللي غيتلونصاو من هنا قدام في هذه القناه هذه، الا وانت انهم بغيت تحصلوا على نفس عدد المشاهدات التي تشاهدوها هنايا في هذه البلاصه. فقط هذه البدايه كانت يعني بنشر يعني عدد كبير من المشاهدات، بحيث انني اقوم برفع قناتي، والحمد لله الان القناه في يعني جيده. وكما تشاهد معي الان الاحصائيات تزيد واصبحت الان 90,000 مشاهده، والان تشاهد معي يعني قد تصل الى 100,000 مشاهده في خلال فقط ساعه واحده كما تشاهد معي. اوكي ساعه واحده على العموم. يعني ما بغيتش نطول بزاف في هذا الفيديو هذا، فقط بغيت نوريكم الاحصائيات، واللي ان شاء الله غادي نوضع لكم فيديو اخر بخصوص الاحصائيات في الحلقه القادمه ان شاء الله. كما تشاهد معي الان يعني انا الان اقوم بتحضير فيديو اخر، واقوم ان شاء الله سوف اقوم بنشره بعد لحظات بعد ان يقوم بالتنزيل. ما نطولش عليكم الدراري، ونتمنى انكم تخدموا على مجال واحد، ما تفكرش انك تكون يعني متعدد المجالات، تخدم على هذا المجال وعلى هذا المجال، خصوصا اذا كنت مبتدئ فحاول انك تعمل على مجال واحد، بحيث انك تجمع واحد راس المال، بعد عاد من بعد يمكن لك انك تقوم بزياده مجال اخر من اجل انك لا تعتمد على شيء واحد، بحيث انه لا تذهب لك مثلا المجال هذا ما تبقاش خالي الوفاض، ويكون عندك مجال اخر تعطي به شويه. على العموم ما نقدر نطول عليكم اكثر من هكا. كان معك خالد سمو، السلام عليكم، ما تنساوش الاشتراك باش تحصلوا ديما على الجديد في القناه ديال سمو برو، والسلام عليكم.